أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحية للأحرار في المغرب وخارج المغرب، تحية لجميع الناس اللي كيدعمونا، الناس اللي كيساندونا. احنا معكم من وسط المدينة. أنا كنتزوق في المدينة وقلت علاش اللي ما نديرش انا هذا الفيديو، انا من وسط المدينة. فوالا، اليوم السبت يا خاوي، وانا شفت نهاية الدنيا خاوي، اليوم السبت، ولكن انا غادي مجروح فيها، انا غادي مجروح دابا في المدينه، لان ما كاين ما يدار. كتعرفوا نهار السبت ما كاين ما يدار، الحال سخون، الواحد كيخرج يتجروق شي شويه في الشوارع. فوالا، هادشي اللي بغيت نقول لكم. انا تحت هاد العماره هادي. فوالا، الموضوع اللي بغيت نهضر عليه نورمالمون هو القضيه ديال علاش كتحقروا على المعارضين. علاش النظام المغربي كيحقر على المعارضين؟ زعما كيلقاهم حيط قصير، لان ما عندهمش الامكانيات الماديه، ما عندهمش الامكانيات المخابراتيه. كتحقروا عليهم، كتحرشوا عليهم اليوتيوبرز ديالكم، كتحرشوا عليهم الصحافه ديالكم، والله تحشم عليكم بالله. زعما شي حاجه اللي ما كتصورش على العقل. زعما اللي جينا نشوفوا مثلا جميع انحاء العالم، اللي جينا نشوفوا مثلا جميع انحاء العالم، يعني التاريخ، بلا ما نروحنا لانحاء العالم، نروحوا غير للتاريخ. التاريخ كله يعني داز مالي بالطغاة. يعني التاريخ يعني غير بريء من الطغاة اللي دازوا فيه، ولكن في ظل هاد الطغاة اللي كانوا حاكمين مثلا، كتكون هناك واحد الفرق اللي معارضة لهاد الطغاة. هادشي معروف وكاين ومدروس، يمكن لكم تقلبوا عليه، يمكن لكم تقراوه، يمكن لكم تلقاوه في اي بلاصه. اوكي، وعلى هاد القضيه هادي دائما كتخرج واحد الفئه من المجتمع. هاد المجتمع اللي كيكونوا عايشين فيه مثلا هاد الطغاة، كتكون واحد الفئه قليله اللي كتكون كتخرج، كتكون معارضه. اوكي، وكيتعرضوا للتعذيب، كيتعرضوا للقتل، كيتعرضوا لجميع انواع يعني التعذيب، القتل، الاختطاف. قول انت اللي بغيتي كي يعني كي كي اي حاجه مثلا، اي حاجه مثلا كتساهم في باش مثلا نقضيو على هذه الفئه القليله مثلا اللي كتحارب مثلا الطغيان، دائما كنلقاو هي اللي كتعرض للتعذيب، هي اللي كتعرض مثلا للتهميش، هي اللي كتعرض للسجن، هي اللي كتعرض للمحاكمات الجائره. يعني هذا شيء عادي في التاريخ. اوكي، يعني احنا ما نحاولوش مثلا يعني هاد الناس مثلا المعارضين ما خصهمش يدمروا هاد القضيه، لان التاريخ معروف بهاد القضيه. هاد الشيء علاش حنا هي الفئه المختاره، حنا هما ديك الفئه المختاره، حنا هما الناس اللي يعني دو تشوزن وان. هذا هو العنوان ديال القناه، دو تشوزن وان، يعني الناس اللي اختارها القدر باش انها هي اللي غادي تخرج مثلا تدافع على هاد الفئات القليله اللي كتعاني، واللي كتعاني جميع انواع التعذيب، كتعاني جميع انواع يعني التهميش. يعني كنشوفوا مثلا كنلقاو النظام كيسخر لهم جميع القوى ديالو، القوى يعني الاعلاميه، القوى يعني جميع القوى. كنلقاو النظام كيخدم جميع القوى باش كيحاول يسكت هاد الفئه المعارضه. يعني هاد الشيء ماشي جديد، هاد الشيء عبر التاريخ، يعني عبر التاريخ هاد القضيه كنعيشوها. رجعوا لينا حنايا مثلا، حنا كمعارضين، يعني راه ما يمكنش واحد المجتمع غادي تكون فيه المساواه، واحد المجتمع غادي تكون فيه مثلا الكرامه، الا ما كانوش الناس معارضين. لان تصوروا واحد المجتمع كل شيء قابل، تصور غير انت مثلا في الخدمه ديالك، راه كاين شي ناس اللي ما كيكونش عاجبهم مثلا طريقه التسيير، طريقه الخدمه. يعني راه المعارضه راه حق، يعني تعارض مثلا وتنتقد راه حق من حقوق الانسان. راه يعني المعارضه راه حق، يعني راه حق من حقوق الانسان، راه حق، راه حريه التعبير. هذيك ملي كتكون انت معارض راه نوع من حريه التعبير. دونك ماشي خصنا مثلا اي واحد مثلا يخرج يعارض مثلا النظام، ولا يعارض مثلا اشنو طايل، نقول له لا، انت راك خائن. كيف ما مثلا في المغرب اي معارض يعني راه هو خائن، يعني تيكره الوطن، تيفكر في تخريب الوطن. ولكن هادشي كله غير كيحاولوا كيكذبوا على الشعوب، يعني ولا تيكذبوا على الشعب المغربي.
وديك البروباغندا ديالهم الاعلاميه. لان كنعرفوا مثلا دائما في اي بلاد يعني الجهه اللي كتكون الجهه اللي كتكونترولي الاعلام هي الجهه اللي كيكون عندها تاثير، لان كنعرفوا ان وسائل الاعلام عندها واحد التاثير كبير على على المواطنين، على الناس العاديين. علاش؟ لان الناس العاديين هما اللي كيكونوا سيبلي. علاش الناس العاديين؟ لان الناس العاديين ما عندهمش ما عندهمش القدره وما عندهمش الامكانيات باش غاديين يخرجوا يدافعوا على راسهم. اون بليس ما كيكونش عندهم مثلا الوقت غادي يخرج وغادي مثلا يقول لا هذه مزيانه، لا راه هذه حق من حق من حقوق حريه التعبير، لا خصني ندافع على راسي. هادشي علاش كنلقاو ان هما الطبقه مثلا القليله اللي كنلقاوها كتعرض دائما للانتقاد، كنلقاوها كتعرض للسجن، كنلقاوها كتعرض لجميع انواع الظلم. وهادشي اللي كنقول حنا علاش مثلا حنا مثلا كمواطنين حنا احرار عندنا الحق نهضروا على كل شيء، عندنا الحق ننتقدوا الاوضاع، عندنا الحق ننتقدوا اي حاجه. دونك من حقنا هادشي، من حقنا من حق اي انسان انه ينتقد. وما عند الحق حتى شي واحد مثلا يخرج يقول لك لا علاش كدير هادي، ولا لا علاش ما كديرش هادي، لا ما خصكش تنتقد، ولا انت قلت راك خائن، ما خصكش تهضر على الملك راك خائن. نو هادشي هو اللي كنقولوا يعني اتس بولشيت. هذا هو يعني هادشي اللي كيقولوا عليه فعلا اتس بولشيت. يعني عندي الحق نقول اللي بغيت، عندي الحق نعبر الراي ديالي، عندي الحق ننتقد الاوضاع، عندي الحق ننتقد النظام، عندي الحق ننتقد المسؤولين، عندي الحق ننتقد اي واحد. مادام المشكل دابا خصكم تفهموا ايها الاخوه والاخوات ان هادوك الناس راهم كيتخلصوا من الضرائب ديال الشعب، كيتخلصوا من اموال الشعب. ماشي مثلا كيجيبوا مثلا، ماشي مثلا المغرب راه مثلا المسؤولين كيتخلصوا مثلا من شركات خاصه ولا من شي حاجه. نو، كيتخلصوا من اموال الشعب. مسؤول وزير راه كيتخلص من اموال الشعب، الحموشه راه كيتخلص من اموال الشعب، الحموشه راه كيتخلص من اموال الشعب. اختاروا اي شخصيه في المغرب راه كتخلص من اموال الشعب، لان من اموال الشعب كيتخلصوا المسؤولين، ولكن كيشدوهم هذاك الرزق ديال الشعب، وكيبقاو تيخدموا في المصالح الخاصه ديالهم، في خدمه الاجندات ديالهم، في خدمه داكشي اللي كيخدمهم، داكشي اللي كيخليهم عايشين مرتاحين، داكشي اللي كيخليهم. ولكن ملي كنجيو حتى للشعب، لا، انت الا انتقدتي الاوضاع راك خائن، ولا انتقدتي الملك راك خائن. غير بغيت نقول مثلا هاد الناس اللي كيخرجوا تينتقدونا حنا، واحد القضيه كنلاحظها انك كنلقاو مثلا انسان مثلا عايش امريكان ولا عايش اوروبا ولا عايش، وتيخرج كينتقد المعارضين. هاد القضيه ما كتبغيش تفهم ليا. انا نقدر نفهم واحد الانسان مثلا عايش في المغرب، اوكي، صحفي مغربي، ما عايش الديمقراطيه، لان ما يمكنش تحس بالديمقراطيه والحريه والكرامه الا ما عشتي، الا خصك تعيش فيها واحد المده زمنيه. راه ما يمكنش مثلا غادي تجي تقول لي غادي نمشي مثلا نسافر للامريكان ولا اوروبا ولا شي دوله مثلا فيها الديمقراطيه راه غنشوف الديمقراطيه. نو، الديمقراطيه راه اسلوب حياه، خصك تعيشها واحد المده من حياتك، خصك تعيشها بحياتك، عاد كيمكن لك تحس الديمقراطيه وتحس الكرامه. اما تجي تقول لي لا راه انا رانا عشت مثلا في هذه ولا شفت هذه ولا شفت، وغادي تقول لي رانا نو. هنا اللي كنهضر على الناس مثلا اللي عايشين في دول ديمقراطيه وكيخرجوا كينتقدوا المعارضين. يعني هاد الناس مثلا اللي عايشين في دول ديمقراطيه وكيخرجوا كينتقدوا المعارضين المغاربه، يا اما ما فاهمين والو، يا اما ما كيشوفوش مثلا اشنو داير في العالم، ما كيشوفوش اشنو. يعني كتلقى مثلا بزاف الناس، واحد القضيه في المغرب، واحد النوع من المغاربه اللي عايش في الخارج، كتلقى عايش مثلا في امريكان ولكن عايش بحال عايش في المغرب. كتلقى مثلا ما تيعرفش، ما كيتعاملش مثلا مع الاسلوب الديمقراطي اللي هو عايش فيه، بل بالعكس كيتعامل ديك الطريقه اللي هو كان عايش فيها بلاده مثلا 20 عام ولا 30 عام، كيبقى عايش بنفس الطريقه. ما كتكونش عنده مثلا تغيير في العقليه ديالو، ولا مثلا تيحاول يعيش داك الاسلوب مثلا، داك الاسلوب الديمقراطي اللي كاين في الدول الديمقراطيه. نو، تيعيش داك الاسلوب اللي ديال المغرب اللي كان عايش فيه مثلا شحال هادي. وهذا هو اللي كيخلي مثلا المغاربه تيبقاو تيخرج مثلا واحد مغربي، تيخرج واحد تينتقد مثلا في الاحرار وكينتقد في المعارضين. علاش؟ لانهم تينتقدوا النظام. النظام راه حق اي واحد عنده الحق ينتقد. الانتقاد راه شي حاجه اللي عاديه، اي انسان عنده الحق ينتقد، عنده الحق يقول اللي بغى. ماشي مثلا غادي تجي انت وتقول لي لا ما خصكش تنتقد، لا ما خصكش. نو، هادشي ماشي عادي. هادشي اللي كنقول انا للناس مثلا اللي في الخارج،
يعني حاولوا تحشموا على راسكم، سيرتو الناس اللي كيخرجوا كينتقدوا المعارضين اللي في الخارج وهما عايشين في الخارج، كنقول لهم حشموا على راسكم، يعني حشموا والله العظيم الا غير ما كنحترمكمش، والله العظيم ما كنحترمكم. تصور واحد مثلا عايش في الخارج كيخرج كينتقد الرئيس ديال البلاد اللي عايش فيها، ولكن تيقول لك لا الملك ما خصكمش تهضروا عليه، يعني الملكيه ما خصكمش تهضروا عليها، لا هذا ما خصكم تهضروا. هنا فين كتبان لك مثلا العقليه مثلا المتاح للجيره ديال هاد الناس هادو اللي كنقول لكم، رغم انهم كيمشيو تيعيشوا مثلا في بلدان متقدمه ولكن ما تيعيشوش الديمقراطيه، كيمشيو تما غير على ود ما عرفش باش يجمعوا الفلوس. وهذا هو المشكل، كتلقى هربان من بلاده وكتلقى ملي كتسول تيقول لك انا جيت باش نبدل حياتي ولا باش مثلا نجمع الفلوس. ولكن الا كنتي مثلا كتبغي النظام الملكي وكتبغي الملك، علاش ما تبقاش في بلادك؟ علاش مثلا غادي تهاجر مثلا لدوله اجنبيه باش يمكن لك تحقق فيها الحلم ديالك؟ علاش الحلم ديالك ما تحققوش في بلادك وخارج البلاد وجالس كتنتقد في الناس اللي كيهضروا الحقيقه؟ لان فعلا هاد الناس مثلا هاد الناس المغاربه الذي احترمهم اللي كيخرجوا كينتقدوا النظام، احترمهم احترمكم كلكم. يعني شي حاجه اللي كتبان لي انا شي حاجه اللي كتبان لي انا ماشي معقوله، زعما انك تخرج تقدر بهم ولا تخرج، يعني هادشي اللي بغيت نقول لك. كنحترمكم، كنحترم زعما الناس اللي كيخرجوا تينتقدوا النظام تيعارضوا، يعني تنحترمكم، يعني هذا هو ما يسمى، هذه هي حريه التعبير، هذه هي الحقيقه، هذا هو ما يسمى بحريه التعبير. اما باش تجي وتبقى مثلا تصبط في واحد جالس كيعارض النظام، يعني تخربيه. واحد القضيه اخرى اللي كنلاحظها مزيان تيقول لك الشرفه، شكون هما الشرفه؟ وهما العائله الملكيه. انا ما عرفتش شنو هو مثلا شنو هو المعيار اللي كياخذوه باش كيعطوا ديك كلمه الشرفه مثلا على العائله الملكيه المغربيه، شنو هو المعيار اللي كيتاخذوه باش كيخرجوا بهذيك القضيه ديال الشرفه؟ اشنو كتعني شريف مثلا؟ شريف ماذا تعني شريف؟ شريف راه الشرف، راه شي حاجه اللي صعيب باش تعطيها مفهوم، يعني صعيبه باش تقول على العائله الملكيه المغربيه ان عائله شريفه. ولا العظيم كاين شي واحد ما كيقولش الملك مثلا، ولا كيقول لك نو، تيقول الشرفه هما العائله الملكيه، ماشي ما خصكش تقول عليهم شي حاجه اخرى. ولا قلت عليهم شي حاجه اخرى انت راك ما مزيانش. ولا جينا نشوفهم مثلا نقلبوا عليهم كنلقاهم مثلا كلهم بليين بالمخدرات، كلهم بليين يعني بجميع اقبح الاشياء، كنلقاو هذيك العائله الملكيه هي اللي مبليه بها. وكنجيو كنلقاو شي واحد لا ما خصكم تقولوا لهم هذه، راهم هذوك راهم الشرطه. الشرف راه غير اجي وقول شريف، الشرف راه عنده قواعد، الشرف عنده معايير باش يمكن لك تقول على هذا شريف ولا على هذا ماشي شريف. اوكي، فوالا الاخوه والاخوات، نتمنى تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير، ولا اللي ما عيدش نتمنى لكم عيد سعيد وتبارك الله عليكم والى فيديو اخر، والسلام عليكم. والله العظيم بالله الا تيبقى فيا الحال على شي حوايج، سيرتو هاد الناس اللي كيخرجوا كينتقدوا المعارضين. المعارضين واش ماذا يرتكبوا؟ بغيت نزيد واحد القضيه، واش المعارضين كيرتكبوا شي جريمه؟ ما تنظنش المعارضين كيرتكبوا جريمه، بالعكس تيحاولوا يفيقوا بنادم. هادشي علاش النظام خايف منهم، واخا انهم قلال كنلقاو المعارضين قلال ياك، ولكن كنلقاو النظام تيخاف منهم، محمد السادس كيخاف منهم. علاش؟ لان عندهم تاثير، لانهم ما تيكذبوش، لانهم تيقولوا الحقيقه، ما تيقولوش حقيقه مزيفه. ماشي تيخرج تيقول لك مثلا المغرب راكي ولا هذه، لا تيقول الحقيقه. المغرب مازال مقود عليه، الشعب المغربي مازال مقود عليه، الفقر، التهميش، يعني اش غنقول لكم، الاميه، الجهل، الدعاره، اي حاجه مثلا غادي تجبدها غادي تقلب عليها غادي تلقاها في المغرب. وتيخرجوا ما تيقول لا ما خصكش تقول هذه، لا ما خصكش دير هذه. احشمو والله العظيم، احشمو. وبحال المهداوي، والله العظيم شتي المهداوي كيبقى فيا، ما كنبغيش ننتقدو، والله العظيم ما كنبغي ننتقدو، لانه كيبان ليا زعما تيبقى فيا واحد المهداوي من داك النوع البشر اللي كيبقى فيا، ما كنقدرش يعني كتجيني في شكل انني ننتقدو. اوكي، وفوالا الاخوه والاخوات، كنتمنى لكم موضوع، وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.